بسم الله، زي ما اخدنا الكونتينيو وشفنا ازاي بتفوت لفه، في عندي ليبلد كونتينيو برضه. الليبلد كونتينيو انا عايزه يفوت لفه، بس يفوت انه لفه. فتلاحظ كده لو انا جيت عملت مثلا ايه، عملت ليبلد كده لللوب الاولانيه سميتها مثلا هير، وعملت ايه وعملت فور ثانيه، وقلت مثلا اف ان الاي اللي هي بتاعه اللوب مثلا الاولانيه كانت بتساوي 3 او بتساوي 2، اعمل ايه يعني كونتينيو هير. خلاص، فانا هاخد نفس المثال هنا بتاعنا، وهروح اعمل من فايل كوتلين فايل، وادوس على اوكي، عملت بيست. كويس، انا عندي التول فوق التولوب، والتولوب واخدين ايه، واخدين عنوان عادي. ماشي، طيب انا كل عايز اعمله ان انا عايز اعمل ايه كونتينيو بس للفيرست. خلاص، فوت للفيرست، مش فوت لمين، للسكند اللي انت موجود فيها. طيب كده اهو، لو جينا طبعا النوت الاف بتاعتي موجوده على الخمسه برضو، بس في الخمسه ياخد اللفه الرئيسيه. فلما ياخد اللفه الرئيسيه، اول ما يجي عند الخمسه ياخد اللفه الرئيسيه، يعملها ازاي؟ ياخد بقى ايه بقى، هو اول مره في واحد، فماشي 1 2 3 4 5، يقوم بريك على مين، يجيب 2 على طول. فتلاحظ كده على طول ايه اللي عمله، عمل ادي واحد ماشي معاك 1 2 3 4 5، وعند الخمسه قام ايه، طبعا خمسة طبعت عشان انا عامل البرنت فوق قبل البريك، قبل اسف الكونتينيو. بعد كده قام طالع لمين؟ طالع لرقم 2 على طول، ما فوتش بس الخمسه، لا عمل قام رايح للاثنين وكمل، جاب من الاول 1 2 3 4 5 عند الخمسه، قام ضارب وقام طالع لمين؟ طالع لمين؟ للاي اللي هي على طول من فوق، وهكذا. تمام؟ اللي هي بس طبعت لخمسه لان طبعا البرنت موجوده من فوق، بس مش اكتر من كده.